Hello everyone, this is Chef Nell with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. ترمس في الحلو وفي المر أنا استخدمت الحلو هو علاج فعال لمرضى السكر يحتوي على نسبة عالية من الألياف وبيعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز من الجسم بالتالي يمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم نطحن ترمس جيد نطحنه ناعم مثل هيك وبنخله والخشن بنرجعه على مطحنة البن أنا طحنت واحد كوب الخشن بنرجعه على مطحنة البن مثل هيك مثل الدقيق ناعم جدا لكل كوب من دقيق الترموس نصف كوب ماء ساخن وإذا بالميزان بالوزن أخذ 115 جرام من الدقيق ومية عشر جرام من الماء وإذا عيار الصحن صحن دقيق نصف صحن ماء ساخن نوضع الملح والكمون وفلفل الأسمر التوابل هي اختياري وبعمل على خفض الكوليسترول نوضع اثنين بيض ونخربطهم جيد يعمل على خفض الكوليسترول وتحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك وتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام وغني بمعدن المغنيزيوم الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم وبالتالي المحافظة على كثافة العظام نفردهم بالصينية بالشكل اللي احنا بنحبه ممكن نعمله دائرة أو مربع ولكن أنا عملته بشكل مربع بنحمل الفرن مسبقا على أعلى شيء تقريبا يأخذ سبع دقائق لازم تتبعوه وترقبوه حسب نوع الفرن وضعته بالرف بالرف الأوسط وضعته شغلت الفرن الحرارة من فوق ومن تحت وضعته في الرف الأوسط وبيحتوي على نسبة عالية من الألياف وبالتالي يشعر الإنسان بالشبع ومليء بالبروتين واللي عنده حساسية من الفول السوداني لازم يتجنب الترمس بعد ما طلعنا من الفرن خليته يبرد ممكن نقدمه بالشكل هذا نقدمه بشكل سندويشات هو كتير روعة وكتير مفيد ومغذي مليء بالبروتين الصحة وعافية في امان الله تزورونا بوصفه جديده من الاشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه